مرحبا بكم وسهلا في بيت نون النسوة، برنامجكم الحلقة الثانية منه إن شاء الله. هذه الحلقة اللي نناولوا فيها موضوع ظاهرة عاد مستسرية مولي بالمجتمع، في الآونة الأخيرة ظهر منها ياسر وعاد مشدود أخبارها، هو ما يعرف السرية وعاد يعرف في الأوساط المحلية يقولوا له قاع الحلال برد. وهذا الموضوع عدلنا له ربورتاج وجبنا فيه مثلا متضررين ولا ضحايا من هذا الزواج، وجبنا رواقي مولي حال لهم مشاكل، وجبنا فيه رأي الشرع. وليه خليكم مع زميلة دينار. السلام عليكم بكي جرينجي جف تي اند بيان عندك سين تري في دي تي في ام عمت نيو بك تي اكبر نخ ديك غين تي سين ايميشن تي ايميشن بو بيس بي دي نون نسو دول ايميشن مي جاغل دي غين ني غيناو سوني ايميشن بي باسي تاي ناك نيو اندي لين سوجي بو بيس تاك دون تي ليغا خامتيني موم موي تاك سوفي غا خامتيني موم مو لمب دك بي لمب ريو مي ني فاس تي ييني واختاني اك يين تي ليغا خامتيني موم موي خيو خيو دك بي ما ديلو كادو غي كي دي سما ناتانغو. موضوع الحلقه كي قلنا لكم عنه يتناول الزواج السري، ولين نطرقوا له من جميع الزوايا، نطرقوا له بانه ظاهره عاد معاشه فعلا، وعن ما عاد ما يجب عن السكوت عنها والتهرب من شد اخبارها، وليه نتعرضوا له ضحيته المراه الثانيه، ونتعرضوا للحقوق اللي تضيع عليها، ولين نتعرضوا في حاله وجود اطفال، وعودا عنها مشكله كبيره يعاني منها المجتمع، وحتى الاسره الاولى ياثر عليها مولي بصفه سلبيه به، اللي دائما يؤدي لمشاكل كثير من المشاكل، من هذه المشاكل في ياسر من الحالات الطلاق. وله نعت لكم الربورتاج اللي نزلنا للميدان وعددناه، وجاونا ضحايا وقابلين يتكلموا معانا غير دائما طبعا نخفوا نغيروا اصواتهم ونخفوا هذا نظرا لانه ما فاتوا عادوا قدوا عندهم الجرأه اللي يعود لقاش كاش عم يشوف في التلفزه ويقول انا معدل سريه والله معدل علي سريه. وليه خلكم تتابعوا الربورتاج. انحدر في شوارع عاصمتنا الفتية، بيوت صامتة، إلا أنه وراء هذا الصمت أصوات قد لا يسمعها حتى ساكنة البيوت. نحن في نون النسوة سنحاول إسماع بعضها لكم. هذه السيدة في العقد الثلاثين من عمرها، اسمها المستعار عائشة، أخفت معالمها لحساسية الموضوع وهو ظاهرة الزواج السري، ظاهرة انتشرت في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، تنوعت أسبابها وأساليبها. عائشة مثلا كانت تعيش حالة زوجية سعيدة مع زوجها، توجت أسلوب وفطالة الواك وتوه وتسولوا هو اللي طاري له شنو هو ما وش اللي نوصل اللي بنسوله عنه ونقول له طاري لك ما هو كذا وكذا وهو بعد اللي طاري له شيء في نفس الوقت. المهم عني قاعد مشيت ليلة متابعته من عند مشيته من عندي في الدار عادي يجي فوقات ما هو موقاته ومشيت انتبهت مرتين جيت ورايته وقف قدام دار طيب ساعة موقف قدامه لين ادخل وقعد اطش شوي جيت داخل عليه لحقته مع مرأة وقال لي عنها زوجته على سنة الله ورسوله وطلبت الطلاق وعاد كامل ضحيته الشاشرة وعاد ما بي بطلاق كشخص وانا ما ليني قابلة صيفته دي خوة قال لي ماني قابلة عود رقاج مزوج علي جهريا ولا حراس سرية ما نبغي هانوته. رغم ما عانته عائشة وتعانيه حاليا من هذه الظاهرة إلا أنها قد تشكل حلا لآخرين. أنا هذه من عندي شفنا التركي كان معي راجل متصل بي وعدلت سرية مع واحد اللي عنده التركي شي حرام ممكن عدله كل اللي هو كامل شي نكون هو متخيل وأنا عندي التركي ولا مستير يكون نغفر شي صالح وحدة وقلت ايش حطيني واكل اساس الماضي وبرضه متصل معها واساس الماضي اللي هو ما لي مصلحتي مع اختي وتخلص حياتي خسرت وقتي وهو الجرني لي اللي كل دموع كامل حرام شفتي. الطرف الآخر في الزواج السري لا يرضى أن يكون أسير عادات وتقاليد تمنع الشخص من ممارسة حق طبيعي أباحه الله له. أنا رافض نتخلى من عمرها
جبرت منها شنو الطاجيلات وعطيتها راهي شنو الزمان في البلاد وما بعد زرع بيني سوء تفاهم هو جود لطفي وجيت للسرية وعدلتها مع المرأة وأنا ماني قاعد نحصل على المرأة اللي كانت عندي في اللي محافظة على الطفيلات اللي عندي ولا مستقبلهم لا يرضى والترفيه عقدة والله الله يعتمدها وجيت للسرية حللها لي مولانا ومولانا أعطاني طلب الرجال ربعة ولكن السبب الرئيسي بعد الاستماع إلى أصحاب الشهادات أثار الموضوع لدينا مجموعة من التساؤلات حملناها للعلامة حمد الولدته علنا نجد لديه الجواب الشافي. بيجن عن هذا التعدد إلى عاد لابد من يخلق مالك قال عنه إلى عاد اللي مشحود والله موصي إلى جحدانه سابق العقد أنه ما يتوسع والشافعي قال عن منين يعود عقد عنده عدلين ما تلقى عين قالوا نكاح سر العلامة محمد الأحمد جورا يقول والعقد العدلين ليس يسمى نكاح سر بل نكاح النسمة ويقول مليف نفس النوم والكتم بعد العقد لا يضر بعد العقد ومطلق النصوص قد يمر. على المقبل على الزواج السري أن يفكر في حقوقه والحقوق المترتبة عليه وأن لا ينسى قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. Qui nous gagne que ici élément bobé donne un reportage bon comment ils demandent sur le terrain d'afko mudon ni arrive ni gagne comment ils nous donnent du bien minimal qui en qui donne une contact mon mon fait qui donne qui nous taque qui serait mon un petit loco métilol un petit aimé tu gagne comment ils jette nos coups qui en qui mon d'afko borom kerem mon modem taque qui tu souffre benen sorna mudon tamit nous gagne comment ils métilol bim mudon du mon métilol mon moi reportage bon comment ils mon donne one légi ليه زدت معك نشوة طبعا شفتي سري عادة في المجتمع الموريتاني ظاهرة ياسر وعندها أسباب عدة وعندها تجيك في أسباب وأنا بعد أختار أناقش هم ما هم نختار بعد قاعد سنتيري فيها بعد قاعد عودان عن مشكل عنها تحل مشكل عزوف الزواج الشباب عن الزواج به اللي نظرا للمشاكل المادية نظرا للمهر وياك كامل اللي تبع المهر والحوصة والحفلة العرس من نفسه ومرق الأسبوع والعوايد وده اللي ما يوفى عاد الشاب الموريتاني عود مقتدر هو من نفسه عنده خلاص غير تكاليف الزواج بداية الزواج ما عنده الحالة ودائما جبرت بعض الشباب يقول يعني يلجأ السرية ودائما تم سرية إلين يخلق حامل والله شيء يتم الإعلان عنها طبعا تسبب مشاكل وتسبب نختارك من الزاوية اللي هي اللي بل منين نبدأ في الموضوع ما شاء الله قلتي بذلك الضغوطات الاجتماعية على هذول لي جون غارسون ولهم لي طافيلات بي اللي نحن عندنا دي بارتيكولاريتي لي نو تراديسيون في لو مارياج اي سون بارتيكولير وفيهم ياسر يطلبوا ياسر من الشيء وماديا ما هو كل حد الى لي موان دو لو فير وملي يلا حد ملي يكبر عن الاعتبار عن لو مارياج من نفسه وعندنا نحن شيء خاص شوي ستادير كو ما هو لو مارياج ما هو ان ساكرومون كيف عند لي زوتر ريليجيون سي ان كونترا دونك كونتراكتويل معناها نقد نمشي نلغي اي وقت نبغي دونك الزواج والطلاق عندنا نحن ديجا يلا حد يدير في ذهنه انه عادي وانه سا بو ما هي قابلنا ببساطه مو بالقداسه سا كومونسي كوم سا ما انا عاد لو فات بنفسه الزواج بنفسه ماتلي ما تروح له بل ذوك اللي يستحق عاد جوست ان كونترا انت دو بيرسون قد يمشي ويرجع Et donc, nous avons l'esprit des gens à Denebtu, une des solutions pour continuer cette pratique dans l'ombre, pour éviter tout ce qui est matériel, le mariage en secret ou en bihad. Normalement, la société, quand il y a un mariage, toutes les civilisations, même les autres religions, les autres pays.
وهذا الزواج السري عندنا نحن بون في المجتمع كاع بصفه عامه الاسلامي باسكو سي اوتوريزي يا غير دون كيل كونديسيون اي كيل سون لي ليميت لاك جو بونس كو لاك نقالو وشفنا معناها اسكو سي كونديسيون لا سي ليميت لا سون ريسبكتي ماني قالت وراك يفو جو ترفينيغ سور ان بوان علاش هي ظاهره عاد ياسر اولا قلتي جانب المادي فينانسيي ودوزيمون لا كونسيبسيون نحن اللي عندنا دو مارياج عاد جوست ان باستون والله ما هو ميور ولا عندهم القداسه كان عندهم لكن القداسه كان ما تلات خالقه ودونك هذاك لي برانسيبال بيرسون كي يعانوا منه سي لي زوم مي اوسي لي فام معناها اون بو كونسيديري سا كوم مشكل لي برانسيبال فيكتيم اللي يعودوا لي فام العيات يا غير الرجال سون كونسيرني بهذا لو فينومين بوركوا بهم اللي هما ان دونون En se mettant en avec la situation, hein, c'est un mariage secret, عندهم d'autres prérogatives sociales. C'est-à-dire que النهار اللي لي عندي هو il va être marginalisé ou il va être mal vu ou il donc une réputation parce que le phénomène de réputation est très important dans la société traditionnelle et il aura donc il aura une étiquette Shingalou le phénomène de l'étiquetage. Il sera étiqueté comme étant un homme qui n'a pas forcément respecté cette femme-là, etc. Vous te dites qu'un d'accord, il y a où ça va revenir sur lui. C'est pour ça que je préfère le had ouai et il se dit il comprend bien an les deux les الضحايا الاثنين فوالا سي باس على المولد الثاني نقول لك انا مسر بعد كلمه في حقه عنه ضحيه له به اللي هو من نفسه حق باح الشراء اللي هو حق التعدد وعلى انه بعد انا ما نقدر نقول اللي باح ياسر من الناس باح الشراء طبعا بصفه مقننه وبصفه جيم دي كو سي بلو فريكون شي فو باسكو نا باز لا ذاك جاي هي اللي عيا وحده اللي يقولوا المراه تقول عندها سابقه ولا لاحقة نحن لا شيء لا سي بوغ سا انا لي جو سافا ريان دير يا غار دا ما زلتوا يا غار دا ما زلتوا نحن نو نو دون لا براتيك سا فو ريان دير يا غار نحن اوغوزمون انا جالي ريفونير ا سا ريليجيوزمون سا فو ريان دير نو مي سو كو جو فو دير دون لو كونترا اون فام كي سو ماري افيك ان هوم ايل بو امبوزي دي كونديسيون سا سي ان دي بريسيبت كي بروتيج لا فام كو الاسلام دوني لا فام يقولوا على مزاح يا غار جوستومون فيو كو نحن لا بوليغامي ما هي في المجتمع البيان ايكو خارج لي زوتر زيتني اللي خارج الموريتان باسكو اي نون با لا ميم pratique du mariage. La matrimonialité, de un, je ne suis pas en train de faire la publicité de la polygamie, surtout pas. C'est vrai que parce que justement, il n'y a pas de polygamie, elle n'est pas autorisée dans le mariage, dans les sociétés mortes, il veut dire les divorces, il veut dire c'est rien. Ça veut dire que l'institution du mariage est à revoir. Le divorce, il faut qu'il soit, mais ça je rentrerai après dans les détails, il faut qu'il soit moins facile. L'accès au divorce moins facile parce qu'il n'y a pas de démarche administrative, juridique bien carrée. Parce que les femmes, quand elles se marient, il faut savoir, Molly, que l'union est fragilisée. Billy et Matt, c'est forcément de façon rationnelle son conjoint. Billy a d'autres prérogatives sociales. Shingal, l'hypergamie féminine, et Agamon Vassalal, comme après. Shingal, l'endogamie. Maintenant, le conjoint, le choix du conjoint, mais nefsou. Dit Rudy, et même Martin à 100% Billy, Birel, Birel, Rabeli, Birel, Yassin, le fait que l'économie, le marché du travail, les gens ne sont pas très. Ils ne sont pas. Rajal, Mahom. Ils sont sujets aux aléas de l'économie. Forcément, il n'a plus de travail, il a d'autres pressions sociales, ce qui fait que ça fait le divorce. Donc, le calme, ça fait que le divorce est facile. Et quand le divorce est facile, et que le mariage n'est pas soumis à une institution qui a légalisé bien strict, il va y avoir la pagaille. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a donc les mariages. Je vais le mariage de reportage. J'ai une personne كانت هي وزوجها حياتهم طبيعية يغير لاحظ التغير عليه ذاك التغير فاطمة تلوم مشات قالت منين قالت له حكته قاعدة مع زوجها وقال لها هذه زوجتي على سنتي من حوار صوم اللي بقيت عندي عاد هي تعاني هي من نفسها مشاكل نفسية وعاد الشاشة اللي يعانوا منها مشاكل نفسية بهم اللي راعوا فمها حالتها النفسية راعوا فمهم وعاد طالبة منه الطلاق وهو ما بيطلقها وما بيطلق الأخرى ويقولها هذا حق الشرع يعطاه لله واللي بقيتي عندي عدي وعادوا اللي هي تطور اللي تدخل المحاكم وما زالوا بعد الوساطات والوساطه الاجتماعيه الحمد لله قاعد ما زالت خالده. اي حق سكي انكرويابل سكي حق الشرعي داكور يا غير الشريعه عادته انه يدوا تريتي لي دو فام لا ميم مانيير اسكو معدلها؟ العدل نحن نهايه المراه وهي ما قاعده تعدي شروط لا تعدلوا هو العدل ما هو لا هي خلقها ما هو لا هي خصوصا في السريه خايف الشريعه العدل لا ما يشد خبارها حتى ما انا اختصر غير بعد شفتي العدل كاع ما هو لا يخلق في السريه وغايب تماما به اللي هي واحده معلومه قاعده في الدار جي اون كيسيون من هي الضحيه انتو لي دو فام سي سيغ انا بعد قايل عنها المره الثانيه هي الضحيه نو سي مارا نو سي لا مارا الاولى سي بوتي لا بروميير بيلي هي الثانيه ضحيه غير من عالم بيعمل هي غير ضحيه لا ما هي وعاقله لا ما هي وعاقله على كل حال سي با ليغاليزي هي
هو يجيك لا سارقو سارقو وحقوق ما محفوظة بحال تلفات لقد الله هما اللي دو ضحية اللي دو يقبل من فاسو قلت الواعي نحن الواحدين في التنويه العقليه كانت واعيه بس يعطي ان بوين بوين دو في سر الزواج السريه. شفتي الزواج السريه هذا في ياسر مضر وفي فوايد. هي ما قالت لنا المره الثانيه قالت لنا عندها بروجيني انا اجد بروجيني تيرو مره تولد ما يرضى على السريه يقصد عدل داشي واضح به اللي متعلقين به شاشرة متعلقين به ذرية متعلق به ياسر أم راصة ذكية هي مراصة ماتت شوفي هذا اللي من اللي قالت الاستاذة عنه من 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 بساطة عند عند العلاقة الارتباط هو قاع شتي هو العلاقة مرة ما هي مرة ما هي مرة ما تولد ما عندها الحق في شتي احنا موريتان كل شيء احنا موريتان كل شيء قاضي من استهزاء اللي كفروا فيه اللي مرياج كفروا من يعد بلا طعمه اللحم من كل نهار ذبحوا ماتنا عند خرجوا خل نهار ذابح 60 60 فت الحجه تمو الحجه 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 اذا تعود عاد الحجه قاع طبيعيه عندنا عاد المقدسات عندنا صم فري فود صم فارفلي احنا لو دروسنا ما تجبرنا روسنا اللي مرياج هو هو اللي كثير ما يقدر هي المرياج عند الان كود لا فامي المجتمع المجتمع شي قالوا الاسس النظم لان الاسره سي لي نوايو ديال المجتمع لي فامي سون افريتي هو ان انفون سور دو ان انفون سور دو ما عرفت كانكم تتصوروا هذا كوم ميم سي سي ان غران شيفر ان انفون سور دو ايسو دو فامي ديفورسي بيان سور دو فامي ريكومبوزي ماشي تدير شي بروبليم ماجور بور موا دون تو سا سي لو ديفورس لا جوا لا جوا لا جوا لا جوا لا اخر مدن لا مارياج لا مارياج ديفورس لا ماري انا تو ساي جاي احنا بعد يوم احلى يطمعوا فيه دكتور دكتوره شفتي شفتي هو هي سريه عندها جوانب ايجابيه وعندها جوانب سلبيه وعلى اني الايجابيه قال ايجاب هي شفتي شفتي المراه اللي قالت لك هي تعود مراه ما هي في سنين ذريه انا بعد العكس خارقه مراه تعود في سنين ذريه في سباق مع الزمن الدور تجبر يشي ولا جبر ترقاش قابل يعلن زواج لا يقعد حللها الى التجهيز للزواج السري وما هو طبعا غير تعرف ان المارياج من نفسه اللي قاعد معلوم ومعروف ما هو عاطي ياسر من اللي من ما في ما في الا سالب هذا جانب سلبي ايجابي في سلبي في سلبيات ما أنا بروتيج با فورسيمون لا فام واش قال كاع انا قلت لكم انا شي مشحوت هي ضيعه شوف شوف سانتي شفت انتم تقعدوا عندكم مناسب وفيها راجل عريس مع زوجته خلقت شويه باتوكات ياها راهو طامعات فيه مازال قد يخلص ينادم ويجي يشد امه معناها عنده ما عنده كامل انسانس ما عنده شيء مؤسس سي ان كونتر ما عنده شيء مؤسس معناها عن السريه ايجابيته تقول تعود هذا واثمها اكثر من نفعي ما شوفي شوفي الراجل قال عنده زوجته هو تحكم الاعراف والتقاليد شوفي الراجل عنده زوجته وش عنده من هلا طفيلات ناثي ويلود طفل اذكر ما نعرف صقع كان اللي يراه والله ما هو اللي يراه يلود شفت يلود طفل اذكر ومشى وتزوج وقال وانا ما نختي نطلق زوجتي الاولى صيف ولا صيف انا ما لهي ما لهي ما لهي خلي زوجتي وشاشرتي الاولين وهي ما هي قابله واحده اخرى جديده تجي عليها مشيت عدت نلجأ للسريه شبه طفله صغيره قابله السريه يا اخي شفتوا انا نقول لكم روايه خير عود بلو ديفيسيل بور لوم دافوار اون دوزيام فام اترافيغ السريه تعود لولا ما كو تعود هي عالم بها وتقبلها بس سون سافا اوغ لا بورت على بوليغامي و سافا اتخ لو سافا اتخ لو بوليغامي سي سي لا بوليغامي تعود نو بس لا بوليغامي جامي ريسبكتي جامي ريسبكتي بوليغامي اتان هي تعود مجتمع لا بوليغامي تعود هي تصادح مجتمع ولا هي تفسد ولا هي تفوز هي ما هي ما هي ما تصادح مع العالم البيضان ما حد انتم عرفوا عن شنو قالوا في شنو قالوا لا بوليغامي توت لا فامي ابسوليمون داكور مي لا بوليغامي اي دو اتر فوندي سور ان كونسونتمون دو لوم اي دو سي 3 او 2 او 4 او 4 فام مي ساشي كو دون لي في دون لا براتيك تري رار سون لي فام كي فون اكسبتي سا il y en a qui vont l'accepter يقال à partir du moment où ما خارج السريه هما سا va être ouvert à la polygamie et ça va déstructurer le cadre familial ونحن n'oublie pas que la polygamie déjà de un elle n'est pas respectée telle qu'elle devrait être religieusement ou deuxièmement si on laisse la porte ouverte à la polygamie ça va créer une déstructuration des familles maintenant les femmes vont être comme vu comme un objet comme عند واحد عنده c'est ce qui passe le monde arabe arabo musulman il y a trois femmes et la troisième c'est quelqu'un qui tourne on la change c'est donc et les femmes n'ont pas du tout les quatre femmes n'ont pas le même droit ma عندهم ما ما تابع الشريعه تعرف عن الشريعه ما يتابعها il ne va pas respecter les préceptes islamiques il faut éviter ce genre de parce que les principales victimes sont les femmes je vois malin قطعت شويه قاعدين نسمعوا الحمد لله عاطي قال عنه هو الزواج السري ظاهره وانه عاد موجود فعلا لا ما مهرم منها يقير يلا تعدل بطريقه مقننه ومعروفه حنشوفوا نصايح حمد للمقبل والله زاد الفات عدرت الزواج السري شوف
غير له نوصي مجتمعنا اللي ظهرت هاي الظاهرة انه بدل عنه يتحشاها والله يتجاهلها والله يجعلها جسم غريب انه يأطرها وقت الليالي أطروها معناها ما يعدلوها ارتجالا. هي سبب بسيط، مرأة تقدمت بها السن ما جاور الزواج خايفة مع تجوال ذرية، فقيرة، إلى غير ذلك من الأسباب اللي تودي منها أنها تقبل هذا النمط من النكاح. غير نختيل العليات اللي لا يعدروا هذا يتخذوا الإجراءات التالية. واحد، أولا أن يعود هناك أخ والله أب والله ولا عم كأنه حارس شرف. اثنين، أن يعود هناك شاهدين موثوقين ياكي لا خلقي الشير والله خلقت مناكرة تود مسلحة بوسائل الثبوت الشرعي. ثلاثة، ذيك الصمت اللي كنا نعدله في المسائل المادية من قد المروءة ما تعدل فيها، يصرح فيها بكل شيء. شنو هو اللي يصرح فيه؟ الصداق كم؟ انه 40 دينار ما كان عنده محل به، اللي هي ماتت مكارمة عادت كأنها رواية ما يعرف حد انت لا تتواصل. يلا المرأة تحدد الصداق والراجل يتقبل هذا الصداق، وانه حال والله مؤجل هذا يلا يبين كامل. اثنين، يلا يبين ايضا النفقة، نفقة اليوم جاء والله الاسبوع جاء والله الشهر جاء تبين. يبين كذلك رواية مهمة جدا، الغياب، انه لا غاب عنها وهو بالدشرة والله في فريق ما علمها تعود امرها بيدها. اياك ايش؟ اياك لا مش الصبح وهو الرواية ما يعرف حد ساغة وتوف ما يعرف حد انت يقصها، الى مشى هو بعد تعود هي عندها السلاح تقبض بها رقبتها. نقترح عنها تقترح عليه وهو في الدشرة انه ما يغيب عنها 3 ايام ما هو معلمها، وانه ما يغيب عنها الى عاد داخل موريتانيا اسبوع ما علمها، ولا عاد في الخارج ما يغيب عنها 15 يوم ما علمها، ولا اخل بواحد من هذه الضوابط تصبح في يدها رقبتها تلقائيا. شيء مكتوب ملي خط وكامل شهادة شهود، لأن نفقة محددة، صداق محدد، غيام محدد، أي إخلال خلق بهذه الضوابط تصبح هي عندها. ونذكر معنا هذا النكاح أنه خطير به اللي قد يخلقوا فيه الترك ويقد يموت من هذا موت خلق التركة الإرث، تموت هي العدة. هذا مسائل يلا ترتب دقة، إياك بتعود ما فيها الفوضى. مرة أخرى راجل السيدات النجاح في تجربة بناء الأسرة وأنهم يظلوا إن شاء الله بين الشرع والتقاليد بحكمة. شاكركم. في الحقيقة قاع ورا نصايح حمدان اللي سمعتوها وما نعرفش اللي ينقال وراهم به اللي هي اللي ضبطت لهم واللي تقنن لهم رقاش فات عدل أبو الدار يعدل الزواج اللي قطعا عنه ضد ياسر من الأمور. نختار كتوب انتيهم كخبيرة اجتماعية تقولي للمرأة والله تقولي للمرأة باسم حالة ذاتية تعود اجتماعيا تعود حافظة حقوقها في النوع من الزواج، قولي لهم نصايح عامة في أخباره هو الزواج. هذو لي كونديسيون يلا حد يعرفو عندهم اللي واعي يعرف عن لي دو كونجوان. نحن في الاسلام كيف كنت نقول لكم سي ان كونطرا سي با ان ساكرومون، معناها انه كونطرا لي دو بارتي دوف اتر داكور، معناها الشروط تطرحي انت والشروط قد يطرح هو يلا حد يرسبكتي. هذه لا بروميير ديش يقرب مشكلة تعرف العلاقات الإنسانية ما تقدر تعود بين كونطرا انت ورا هي يقرب لعله باسكو شفتي يا كل كونطرا كي هو السوسيتي فينها تشتغل لابد لها من لي كونطرا يقرب يا دي غولاسيون بمعروفين او تصريح باحسان ليك معروفين معروفين يا غالي سون با فورسيمون رجاج يعني خلاص جانب ديني يعرف انه عنده التزامات وعنده دي شوز ا ريسبكتي عاد هو بعد الي مسلمون يل فا لي ريسبكتي سا يل فو لو رابلي ا شاك فوا تتعاهد مع رجاج ويقول لها هذا اصل حق وفاء ترافاي دو سونسيبيليزاسيون
accessoire à l'école ou accessoire par les compagnes pour montrer le phénomène du mariage, le contrat, la matrimonialité est très importante. Le contrat à le respecter en tant que bon musulman aussi, en tant que bon citoyen, il faut respecter ces choses-là. Deuxièmement, je veux pas les femmes qui se... Parce que nous, en général, les femmes qui se marient, elles ont... comme le choix est limité parce que il y a des pressions tribales. Il y a des pressions. Il ne faut pas prendre son conjoint ou le choisir ou se marier par rapport à ces paramètres-là. Il faut déjà être convaincu par la personne elle-même parce que regarde, t'as arrivé ici. Le choix du conjoint, il est très très important. C'est ça qui fait la solidité du couple. Un couple qui est solide, un mariage solide ne va pas s'effriter facilement, le divorce, la déstructuration. Donc là, c'est important. Le fait, donc, je vais insister sur deux choses, sur la partie contractuelle, bien se mettre d'accord avec l'autre partie, et deuxièmement, sur le choix du conjoint, éviter le maximum possible donc les pressions extra, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, financières, etc. Il faut qu'il y ait un code de la femme. يحمي المرأة هيك ما خارج غير ما هو مطبق هو التواقط ذاك الشيء عدل Les hommes ont peur de se marier parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de respecter. Après le divorce, ils ont un certain nombre de choses qu'ils doivent respecter. C'est tout à fait le contraire. Il faut légaliser ça. Nous avons un problème. Le système judiciaire, wahdo, عاد اون اونتيتي وحده ماهي داخل المجتمع ولا عنده علاقه به وذا سا بار دو كوا سا بار دو ليدوكاسيون حد يقبل ان هاي الانستيتيسيون اي لا بور نو سي ان ترافاي سور لون او لون تيرم سي ان ترافاي ايدوكاتيف بور كومبروند ان هاي الانستيتيسيون اي لي ليجيتيم اي لي كريديبل اي فو لا ريكونيتر هذا جيماجين جو بونس ان سي ان ترافاي كيفو فير سور بليزيور ان شاء الله احسن على لو بروبليم سي كو اكتيلمون افيك سريه اون تروف دي فام كي سون ماريي بوليوندر مزوجين بياسر من الرجال جابوا لما نفتح مجال اللي قلت النظام النظام لابد من يقلب المجتمع لابد من النظام مجتمع نواه خليه ولا خلايا مجتمع من خلايا اللي ما ينظم ويعودوا فول قال شي لي كانسير يعود يخسر المجتمع والمجتمع بادي يخسر بياش ما فما فيها اسس ولا فما قانون لا شيء يا واجع يا واجع قطعا عنها هي مشكله تينا كي مشاكلنا كامل يعانوا منها من ان شاء الله لا تتغير العقليه ونعود ونرجع ان شاء الله للدين الاسلامي بعد كاع حافظنا ياسر بالحقوق ونرجع مولي ورا ذاك مدونه الاحوال الشخصيه ونخلوا على الصمت والسكوت على ياسر من ضواها شوف انا بعد حسب رايي انا لا بلوبار دي فام عندهم سريه دا عندهم سي دي ماترياليست ينقال لك انتظارك ما تخليه والله انتظارك ما تكون متخيمه لو دي الراجل يعود قني يسكنك في دار زين ويدير تحتك وتا زينه وكذا وكذا راك سي لا فام حياه زينه ما كامله الحقوق الراجل تجي واحده تقول له انا ما يتكلم ولا شيء شنو لا ما ينفوت تمتكم مرده تعيط تقول انا شاد انا كذا ادي مشكله الاسره الاخرى مشكله الاسره الاخرى مشكله اللي هي من بس ضايع حقوقها كيبري وكل شيء كانت مستقره وكانت حياه طبيعيه وتدخل عليه جسمه واخر يعود يسنتي مشاكل ويسنتي مشاكل مشكله مشكله طفل شاشره مو اللي يخسر المشكله مو شاشره اللي يخرج من الزواج الضياع ساس الضياع في المجتمع علاش شاشره قاعد هما اللي يضحي بدي تراك مو شاشره كوبل يعود ان كوبل يعود مضى فات مضى سنوات يخلق يجي مباشرة نسيتي سكوس مشكلة مو الشاشرة اللي يخرجوا من الزواج السري مشكلة الشاشرة كان خارج انسان خارج انسان قاعدة هون تتكلم عنه واللي هم اللي يعودوا ضحية قالت رواية مهمة حتى عنا C'est, en général, c'est un recours pour l'argent, pour soutenir une protection financière. C'est vrai. Un niveau d'instruction, une situation professionnelle fixe.
دائما هو اللي يعود مستفاد من زواج السري اكثر من المرأة. المرأة سواء المرأة الاولى ولا المرأة الثانية ضايع فيها حقوقها في السرية ياسر بعد عليها التعميم كاع ما يتواسى يا غير بعد قطعا عن المرأة الاولى والمرأة الثانية هما الثنتين ضحايا ونحن ما نختاروا عودوا هون هدفنا باطن البرنامج هو مخاطبة النساء مخاطبة الرجال وحماية الأسرة من التفكك وياسر من الاهداف اللي يهمنا ان شاء الله نحققهم من البرنامج معناها عن المراه الثانيه عندك عن المراه الثانيه هي اللي مسؤوله عن الزواج السري والله تفريط من المراه الاولى هي لا اكسبتي هي فوالا هي مسؤوله غير شفتو انا خالق رواي دائما نقولها عن لقاج ميم سي يعود هو اللي دون سيتياسيون هو اللي اي بارتي دو سون بلان غري يا غير خالق شي قالوا لا كونسيون معناها عن انت تربى بون سيغتين فاسون قال لك تو لا سوسيتي اوتور دو تو تو بوس ا فير سيغتين شوز انت شاك عن تو بلينمون سي تون شوا يا غير فو بليك هذا لو شوا اي لي موديلي بار ياسم اللي خيارات عليك ضغوط اخرى ما هو خيارات وعن مولي سيت اون ادوكاسيون عن لا بروتيكسيون فينانسيير ماتيريال ايتترا وعن لا رونومي سوسيال اللي تعود لا ترافيغ لو مارياج و سي فام نون با ديدونتيتي نجوه هي راهي تعدل المراه الغنيه ما خاصه شي نوع اخر تكبر المراه الغنيه تكبر كتفر صغير وش يزعد معها ذاك وي ذاك سي ظاهر بغا جو بارلا اون تيرم شيفر نحن مالوغوزمون على هي راك ظاهره لي السريه بور لو كوم اون با دو شيفر كونكري بي لي سري جوست لا سوسيتي سيفيل تون دو ترافايي دي يورا دي سا كي نو سون با سي تري ديفيسيل دونجستري جوستمون سي شوز لا بور بوفوار ان سورتير ان دياغنوستيك بور يا غير نحن اون بو بارتير دو برينسيپ ان il y a des raisons qui ont précédé qui ont fait la réunion des zouaj sri adias بين جوستمون لا ستركتور كو نقولو ماتريمونيال هو تا ما فات عاد qui a une structure bien définie ou ma'rouf leh chi. Deuxièmement, le fait justement les mariages le fait comment dire la création des couples et des unions, elle respecte beaucoup d'autres principes même le principe du choix des deux conjoints. Malgré tout ça, يفتح كيف كان تقول الدكتوره, elle est une sorte de désordre. Maintenant, il n'y a plus d'ordre à respecter et c'est toujours les femmes qui tentent de trouver un profit, que ce soit au chenou, que ce soit matériel, financier, au long terme. moy ku djegi fele li nga xamanteni mom moy serie manam tax souf bi uppe wanti legui rek dañuy dem ci suñu rubrique bi nga xamanteni mom moy rubrique santé tay ñu fas yene waxtaan li nga xamanteni mom moy tension صحة لهذه المرة متناولين ارتفاع ضغط الدم وما يعرف التنسيون ونختار الطبيب تقول لنا بعد قاع يقول الناس الوقاية خير من العلاج لا عاد بعد قاع خالقة وقاية يقدر يتكلم عنها بالعجلة شفتي ارتفاع الضغط ينقال تعود الضغط الفوقاني اللي هو لا سيستوليك تعود 14 فوق عند 14 لفوق ولا الجاستوليك اللي هي تحتانية تعود فوق 9 فوق
فوق 9 فوالا. ارتفاع الضغط هو اخطر الخالد، خطير من الامراض الحاديه العصريه اللي خطيره بها شبه اللي ما هي ما هي ما هي محضره معها، ما لا تمرين تقوم لك مشاكلها مشاكلها خطورتها انها هي مرات تقعد مريض عنده ضغط غير ما هو فاطن له وضع يداويه، غير تقعد تمرين تقوم له على طردق عرق بيد اي مكان يقد يعمى ويقد كلاه يفشلوا فشل الكلى ويعطي باطل الامور سي بالتالي مثلا وتمرين يطردق عرق الشلل الشلل ذاك البيد اللي مسؤوله عنها عن ذاك اسبابها تقعد بلا اسباب جوباتيك ما عندها لا تشتوفها لا تنسيون بلا سبب تقعد وراثيه تقعد وراثيه عندها ياسر اسباب قال تقعد بلا سبب جوباتيك ما عندها تقعد انا جيم ديزيك لا برينسيبال كو سي لوبيزيتي ما ما لوبيزيتي عندها دي كوز لوبيزيتي ودي ديابيتيك كوز سي اون تري غراند كوز سي اون كوز امبورطونت دو ليبرتونسيون ارتيريال يا قال نتكلم لك بالحسانيه وبيتيت ان ولو فوسي بور فير كومبراند باسكو ما عرفنا هو اللي مخوها المجتمع احنا هو موجه ندخلوا ندخلوا بيك على الحسانيه جو التوتر التوتر سبب من الاسباب قاعدوا نناقشوا والتحضر لا سيدنتاليزم السكنه في الشهور الكبارات اللي مولاهم ما تيحرك حتى ويتغير ريجيم يكثر يكثر في الملح وما في با دي سبور ما عاد الرياضه ويسمن هو يكثر في الكيل ولا يحرك دونك لا يسمن يجي له اوبيزيتي اوبيزيتي لين دي كوز دو ديابيت على ديابيت مولي ديابيت من الديابيت الديابيت يؤديه لان الديابيت يؤدي السكر والسكر الجابت يقدر به لي يوكل خلايا يوكل عرقات صغيرين الكلى يجي الكلى اتاكيهم دونك قد يعدل يعني هايبرتنسيون ارتيريا ترجع لك على على هذا على واسمو لا تنترينال دائما قلنا عنها ومشكله شنو هي مشكلتنا احنا في مجتمعنا مجتمع مشكله ثقافيه انه وكيلنا كامل ما هو صحي نحن قالوا عن صار عن طبعا ياك حد حافظ على صح صحته ياتو ما ياكل السم ويمشي على الاقل 30 دقيقه يوميا وياكل خمس الوان من وجبات دونك 3 5 0 5 كولور اللي هما سلطات اورديفر اللي في ديليجيم الخضره والخضره والهواكه وهذا و 30 مينيت دو مارش و زيرو جريس احنا كولورات عندنا لا دونك هذا هذا احنا لا ابيض دائما عنده وضع احمر هذا هو وضع الحوت الاحمر الحوت الاحمر الحوت سيميو كليز باسكو او موش في الفروي سيميو تاع بيتو وفي لا فيون يقدر سيميو يقدر ما هو تعرف مشكلته شنو مشكلته احنا اللي نقبل الدلور تاع من حمون دائما نقبل في التلفزيون دلور يحمى يلحق اسرت انت اسرت تمبيراتور او توكسيك او خاطر وتسام بدل عندنا في السم هو قد حد عدل ما راحوا زين ما يطيق هذيك نغيروا نغيروا ثقافتنا اللوكيل ماك الكل يوضع لي هي ما معكم مثلا خارجين خارجين لي زيبرتونسيون اللي يجوتو كوم سا ويمشوا مع حسب مع الحمل ومع كيف لي تيمر وكلت خارجين دي تيمر ورا ما تعودوا خارجين ولين ينقلعوا فيهم هما سيتون باغ اكزومبل خارجين دي زوبستاكل عود الكلى عود عرقهم عود فيهم عن اوبستاكل عود الدم هذا يضخ صعوبه اوبستاكل يلا تفهمش هذا ما يخليه نو انا بساكر معناها مرده حايله بين حبس وضع وضع قالك تو وضع شي ما قالك يا قارقع شتي كي جار يقول في الكلى ولا نو كيف تسرتو كيف ستينوز رينال كيف العرق يعود مكموش شوي ما يخاف الدم شتي هو تنسيون هاي يعود كذاك يتراكور العرق ذاك يتراكور تتراكور انت تقطع عليكم سافون ويمشي لك الماء كوم سا هي نفس الشيء يعود الماء عنده مجهود الدم يدافع يسرع ذاك يخسر الشرايين يخسر ويخسر الاعضاء الواعده الدم الاعضاء الواعده الدم فيها اللي يجي يدخلوا ياسر وفيها اللي كاع حكمه ما يجي الدم همات السيدات ما 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 اذا عنها هي مرض خطير بها اللي ما قاعد معاها ولا مو قاعد معاها ولا تمرين تفاجئ لكاش بمرد مرد ياسر اللي قلنا عنه العمى وقلنا عنه
النوبات العصبية والشلل وقلنا عندي كذا والمرض القلبي الديابيتي سي بروبليم كارديو فاسكولير سي بروبليم كارديو فاسكولير يمشي مشي متين ما ضغطهم الضغط سيتي لان انه لابد مولاها من يتابع ولا ترحم. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce... Pour éviter avant d'avoir attention, il faut faire un régime équilibré. Ce que je vous ai dit. Il y a régime متوازن. Chez nous, il y a le khadra, il y a le hum, le béda, المارش لا مارش ولا فيتسم باش نقولوا هذه شفتي الخضره يا الناس الحقيقه الحقيقه يا الناس عدد السبور شاك جور 30 ميت او موينس 30 ميت او موينس 30 ميت شوفي 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 وراها هي ما عاد الناس كانت تعرض لها ما عاد حد لصق عليه ناخذ من السكر الناس كانت تعرض لهم المشاهدين نقول لهم عن بعد خارج شي رياضه المجهود العضلي ما خارج رجع مو عندي قدي عود كاع الخضره الرياضه ولا يجري ولا يجري ولا يمشي يا ينمارش باندا او موين مشي توف عادي هنا في ذاك الاعضاء كامله تشتغل ذاك الاعضاء كامله تشتغل ذاك تشتغل الشاقل هما اللي بروغريسيف شوي شوي ما تجي وتجي كيف ترى احنا برك البيضاء قطعا ما كده رجع توفر لي عدل اوردفر مثلا انا كاع مو خارج قاعد خارج برتا برتا اوردفر انا انت خلاص هو اوردفر هو الملك كامل بس هي طاقه هو لان المجتمع مازال خاسر قلنا انا مازال الناس عاجين ياسر مخرق يقعدوا عمليين بعد ما هو الاوردفر وين الاوردفر ما هو يقعدوا عمليين كيف تهم هما المشاهد اللي قاعد في البيت العادي في خلال النظام الغذائي بعد يقلع بعد كاع عندي العاده اللي قالها تحميه الدلوير اللي عدلونا احنا وعود الملح هو اللي ما هو ياسر حتى وعود الشحوم عود اكليبريتو عود اكليبري عود اكليبري وحد احترمها تحترم صاروا بعد نوعا ما يما مو مجمع معايا اللي قلت له راه قاعد يرد علينا هو يجي يشلل يطرطق على راسه ويجي يشلل انا في السياكس دون فاسكي لو سيربرال دونك معناها عنها يارتم انسان ينظم حياته ويستراح والراحه الستريس متين التوتر سي فريمون ستريس هي ستريس هو مشكلته كاع ستريس هو اللي وتم يوخا شوي شهر هواء نقي ويحرك قطعا من النصائح اللي قالت طبيبه مهمين في اخبار طنسيون عنها كاع ما عندها ما قد حد يعود عنده وقايه منها غير بعد خلال اتباعنا الغذاء متوازن ولا زاد غذاء صحي في البيت والرياضه الرياضه بعد قطعا عنها متوفره للناس كاملين اللي عاد الغذاء الصحي مو متوفر عن الرياضه قد اي رجاج والحوت ياسر في موريتانيا قالنا احنا موريتانيا عندنا عادات غذائيه صراحه سلبيه من هذا القريب تشنشين وش هو قد رجاش يعدل كان ما اخذ الرياضه الناس مثلا تخيلها عن الحوت انه اثقال من اللحم وعن وعار طياب من اللحم على وقت سي كونتر سي فريمون لي كونتر هو ثقيل حتى واعر طيابه هو اللي فيه الخطوره اكل الوحوش حق الله لينا ترجمي لهم حاولي تعود شوي كان ناخذ دكتوره من الموحتي اللي حمد الماماي والو تانسيون انا اللي مي دينك نتني نانيو ديف سبور سيتو افير دوليني كان ماي تو دولين بيغا حمد اللي دانك سانسل سانسل كبا بوكاي تالالي والله باسكو دليل بو تانك كوبو باخ بو باري باخ باخ دنجي باخو 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 دا ياق اي بروبليم اي بروبليم اي بروبليم بو باري فوالا لولو دال لان غروسو مودو لول موم لا نون دون جينجل تي ليغا خامتاني موم موي والو طانسيون اك ليغا خامتاني موم لا تي دكتوره واخ نينا نيو دوخ و نحنا كاع مجتمعنا نحنا شاك بيرسون اي فيكولي دائما إذا من الوقت للأسف ما وفينا ضرك وصلنا الكتاب مرحلة فقرة كتاب بصمة جديدة تنضاف إلى البصمات السابقة عندنا واليوم حتوتو بنت عبد الله بصمة جديدة تضاف لكتاب بصمة هذه المرة مع سيدة خدمت المجتمع بصفة عامة
نهاية البرنامج وصلنا لنهايته. مرحبا بكم ونرجو إن شاء الله أن نترنا قدامكم بعد الموضوع وتوفوا سمعتونا. إحنا الحقيقة ما غصنا في أعماق ولا أجبرنا من الوقت الكافي لنوصل لكم بخلاصة، لكن الوقت كما يقال لا يرحم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابق وادعكم راهي عندنا صفحة على فيسبوك قالها نونو نسوة، ونرجو من رجاج كامل عنده مشكلة والله عنده شيء والله عنده فيديو يختار يعرضه في ذا النوع من المواضيع الخاصة بالمرأة عنه يرسلها لنا على صفحتنا نونو نسوة في فيسبوك، ولين خلي لكم اللي هنا هي اللي تختم معاكم ترجم والله زي توادع بالورفي. جري جف مبكي يني دون ستان سين تلفزيون بين حمد الرمو موي تي في ام مانجي جاي جف السمانة تانغوبي دي مت سيدي اك كينغ حمد الرمو موي Zainabou ak Najwa ma ngi len di jajeufal ci OF bi nga xamanteni OF nañ ko sen disponibilité depuis suba ba légui ñongi jël sen temps yak na lu bari ci sen liggéey ndax ku nekk ku xam jigen rek xamné jigen lu am solo la ci bir famille ñu jax yak sen liggéey yak sen jot ñu dal de ñew di len jajeufal di len jox dig dajé benen émission waaj rek dañ len di fatali suñu page Facebook bi képp ka nga xamanteni am nga image bo bëgg woné am nga lu la metti ci société bi tamit mu ndëk envoyer ci suñu page Facebook mu di Niswa Nunu Niswa Moi je suis une passe